هذه واحدة من النقاط الطبية التي تم تدشينها مؤخرا في ظل الحاجة الماسة إلى مثل تلك المراكز الصحية الميدانية، وفي ظل توقف عمل العديد من المراكز الطبية والمستشفيات. هنا هذه النقطة الطبية التي تخدم عدد من المرضى والمراجعين بشكل يومي وعلى مدار الساعة في المناطق الغربية من مدينة رفح. تفاصيل ربما سأذهب فيها مع الدكتور أحمد جودة هنا مدير هذه النقطة الطبية. يعطيك العافية دكتور. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم هذه النقطة الطبية دورها يعني الحقيقة احنا يعني استجابة لحاجة الناس في 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 هذا المخيم، في هذا التجمع للنازحين وحاجتهم للخدمات الطبية، قررنا ان احنا ننشئ هذه النقطة الطبية بتشاور مع اهالي الحي وبالمؤسسات اللي هي ممكن تقدم لنا خدمات وتدعمنا بالمواد اللي احنا هنستخدمها في خدمة الناس. فبالتالي انشأناها عشان نريح الناس ونقلل الاخطار اللي بتنتج عن تنقلاتهم ونخفف الضغط عن الاماكن المركزية اللي هي بتخدم الناس الاكثر حالتهم بتكون اكثر حرج واكثر استعجال، وبالتالي احنا ممكن احنا نخفف عنهم الضغط. تمام. الآن في مناطق أغلقت في مدينة رفح أو أخليت، ومن ضمنها مثلا مستشفى أبو يوسف النجار اللي كان فيه آلاف من المراجعين بيتوافدوا عليه بشكل يومي، قديش هذه النقاط الطبية ممكن تعوض؟ يعني صراحة لو بدنا نقول نسبة في المية حسب المناطق الجغرافية، يعني لو قلنا المنطقة هذه الجغرافية اللي احنا موجودين فيها الحالات اللي هي المراجعات العادية بقدر أقول لك تقريبا 100% الناس بتروحش هناك لأنه مكان بعيد وخطر، لكن في حالات بتتطلب تدخلات تخصصية هذه لازم تروح أماكن متخصصة زي اللي هو المستشفى الكويتي أو المستشفيات الميدانية الأخرى الموجودة في المناطق الأخرى في رفح. فرز الحالات ممكن تساعد هذه النقاط الطبية فيها؟ يعني الحقيقة بالنسبة للمرضى لما يروح المريض المستحق للخدمة المتخصصة أكيد بياخد خدمة أفضل وبترك مجال للناس التانية اللي محتاجة خدمة تاخد خدمة أفضل. يعني الناس اللي بتيجي على النقاط الطبية بتم تصفيتها وتصنيفها بحيث أنه جزء كبير منهم لا يقل عن 80% من الحالات اللي بتيجي هنا أو أكثر من 80% ما بتحتاج تجيش مراجعة لخدمات طبية مركزية، وبالتالي تخفف الحمل على المستشفيات. بالتأكيد أنها بتخفف الحمل على المستشفيات، تخفف الحمل على المراكز المتخصصة اللي مفروض إن هي تكون جاهزة لاستقبال الحالات الطارئة اللي بتحصل نتيجة الاعتداءات المتكررة. كيف ممكن تطوير هذه النقاط الطبية لو كان هناك توسيع في عملية الاحتلال العسكرية وكان هناك ضربات؟ هل ممكن جوية مثلا أو حتى مدفعية ممكن تستقبل جرحى مثلا؟ يعني صراحة احنا عندنا استعداد لتدخل الحالات اللي هي السطحية لانه الخفيفة، مقدرش احنا ندخل في الكسور ولا في جروح الشرايين وتهتك الشرايين والأوردة والأعصاب حتى تجهيز حالات. يعني ممكن ممكن احنا نعمل نوقف النزيف، ممكن نعمل اجراء اولي اسعاف اولي للحاله ونبعتها على على المستشفى او المركز المتخصص بدرجه اولى. يعني احنا صراحه ما عندناش الامكانيات الكبيره لهيك موضوع، لكن صار تطوير العمل توسيع للنقطه. يعني هو صراحه احنا ممكن نوسع ونطور اللي هي النقطه الطبيه بتدريب فرق في الأحياء بحيث أنه هي تتعامل مع الحالات في أماكنها. يعني كل ما قللت من حركة المواطن كل ما كان اللي هو الخطر أقل، فبالتالي يفضل أنه تدريب فرق متخصصة تتعامل مع الحالات في مكان وجودها، هذا أفضل من أن الحالة تتنقل. النقطة الطبية تبع اللي عندنا إحنا ما عندناش أجهزة، ما عندناش كهرباء عشان بعض الحالات تحتاج إلى صدمات كهربائية أحيانا أو تبخيرة أو كذا، ما الكلام هذا ما عندناش إحنا الطاقة الكهربائية مش متوفرة. حتى الخصية نفتقد الخصية إحنا، يعني بدنا ندي واحد حقنة بناخده في ركن
من الخيمة بحيث انه بنراقب انه ما حدش انه يعني ينتهي خصوصيته. احنا ما عندناش خصوصية كبيرة لكن عندنا الجاهزية انه احنا نتعامل مع كل الحالات اللي بتجينا وما بنرفضش ولا حالة ايا كانت نوعها، لكن الحالة اللي محتاجة تخصص وشيء اعلى مستوى من الخدمات تبعتنا بنحولها على المحل. شكرا دكتور، اهلا وسهلا بك، تحية. يعطيك العافية. طبعا انت سكان وين؟ سكان رفح. ايش تسوي؟ جاي اتعالج انا عشان رجلي، يعني كانت تجوعني وجيت اتعالج والحمد لله لقيت دواء. انت موجود في نطاق المنطقة هذا غرب تمام، كيف بتشوف هذا النقاط؟ والله هي كويس كتير، النقطة الطبية يعني بتوفر دواء كتير للناس، بس في يعني آلاف الأشخاص بيحتاجوا دواء بيلاقوهوش في النقاط الطبية ولا حتى في أي مكان، ما يعني بسبب القصف على بسبب في رفح بالذات آلاف الأشخاص يحتاجون إلى الدواء وبقدرش يتوفر لا في النقاط الطبية ولا في المراكز الصحية، انه يعني بعد حتى بعد اجتياح رفح سكروا اجتاحوا المعبر وسكر، اغلقت مستشفى يوسف نجار، اغلق يعني هو المستشفى الوحيد اللي كان في رفح وكان فيه كل الادويه وكل الاجهزه وفيش غيره في رفح، الحين اغلقوه واخلوه كلهم وفيش ظل فيه حدا، ويعني هو الوحيد اللي كان صالح في رفح والمستشفى الوحيد اللي في رفح، وبعد حتى اغلاق المعبر الحين فيش لا شاحنات لا مساعدات ولا شاحنات طبيه ولا شاحنات ولا حاجه، مش هيدخل ولا اي شاحنه مساعدات، حتى الحين هيصير شح في الادويه في النقاط الطبيه، وحتى اصلا في النقاط الطبيه مش كل الادويه متواجده، يعني انت بتيجي يعني الحمد لله ان انا لقيت دواء لإلي بس في غيري بيجي بيلاقيش دواء. شكرا يعطيك العافية. التدخل العمال بصير هنا أشبه بالإسعافات الأولية للحالات؟ الإسعاف أولي عملنا، كل هنا عملنا غالبا هو إسعاف أولي للسكان المنطقة، يعني النازحين في المنطقة غالبا كل عملنا بالشكل هذا، إلا في حالات طارئة طبعا هذا ما نقدرش نعمل لها شيء بنحولها على المستشفى، هذا اللي بنقدر نعمله بس. كيف ممكن هذا الدور يتوسع؟ طبعا بده صعب الامر في الوضع اللي احنا بنعيشه، صعب جدا، يعني بدك نقطه يكون مركزيه اسعاف جنبك وهذا صعب، بدك تتصل على المستشفى كمان، المستشفى كمان حمله كبير ويعني اعباءه كبيره جدا، فصعب انك تتعامل مع المستشفى، فاحنا على قدر الامكان بنحاول نسعف ايش اللي بنقدر عليه نقدم الخدمه، وبعدين اذا الحاله بتحتاج تحويل المستشفى بنحولها على المستشفى، هذا اللي بنقدر نعمله. اكثر من رفح مع العمليه العسكريه النظام الصحي يقترب من الانهيار. طبعا هلقيت المستشفى النجار اقفل وغادروا العاملين فيه كله، فظل المستشفى الكويتي اللي هو ممكن نتعامل معه، يعني هذا اللي نقدر نتعامل معه بس. شكرا، عفوا، اهلين بك، يعطيك العافيه. طبعا هنا من داخل الخيمه وأيضا في خارج هذه الخيمة ربما نحن نتحدث عن مراجعين بهذا الشكل وعمل ميداني هنا في هذه النقطة الطبية بهذا الشكل. كما نتابع هنا في ظل هذا الحضور لإحدى الحالات، وبالتالي هنا هذه النقطة الطبية تستقبل أعدادا ليست بالقليلة إذا كان الأمر يتعلق بالدور الذي يفترض أن تقوم به مثل تلك النقاط الطبية الميدانية التي تم تدشينها بهذا الشكل، وبالتالي نحن نتحدث عن توصيف لهذه الحالة. نستمع في الكويتي او في تل السلطان في تل السلطان يعمل صوره انه واضح انه في احتمال كبير يكون في كسر، احنا هنعمل له ربطه الى ويروح هناك يعمل الصوره، اذا قدروا يعملوا له شيء هناك بيعملوه، ما قدروش ان ربطه بتكفي بس اهم شيء انه ايش ما يحركهاش ويعلقها. ماشي، الان ايش اسمك انت يا بنيه؟ محمد. محمد ايش؟ نصر للدير. نصر ايه؟ نصر للداوة. للداوة، قديش عمرك يا محمد؟ 11 سنة. هذا الشكل من التدخل الجراحي، بالتالي هنا يتم
التدخل طبيا. واضح انه في كسر في الايد، والكسر ما بينفعش الا لازم يتثبت، اذا ما ثبتش بصير مشكله، بصير تشوه. نوع تدخلكم الان؟ الان بنعمل له ربطه وبنعلق له ايده وبنقول له روح اعمل الصوره، لانه ما عندناش امكانيه التصوير. تمام، انتم بحاجه لانه تحضروا مثلا كهرباء وتصوير وشغلات زي هيك؟ لا احنا تصوير طبعا مش ممكن ابدا في نقاط طبيه يصير تصوير، لكن ممكن يصور ويرجع لنا بنعمل له احنا، لو بدنا لو عندنا جبس بنعمل له جبس عادي ما فيش مشكله. يعطيك العافيه. الله يبارك فيك. وسهلا. شكرا جزيلا. هذا هو الحال هنا في هذه النقاط الطبيه لحالات على مدار الساعة تحضر إلى هذه المراكز الصغيرة وتلك الخيام وهي بأعداد كبيرة هنا في مناطق مدينة رفح، تزداد في المناطق الغربية التي تعتبر وفق ما يعتقده المواطنون والمسؤولون على حد سواء بأنها أكثر أمانا من تلك المناطق الشرقية التي تتعرض لعملية عسكرية إسرائيلية وعمليات قصف مدفعي وجوي مستمر على مدار الساعة. هذا في داخل هذه النقطة الطبية هنا، وأيضا ما يتعلق بخارجها في ظل توافد للمراجعين. وبالتالي هنا تبدو الحاجة ماسة إلى مثل تلك النقاط الطبية، ونحن نتحدث عن حاجة ماسة لها. ربما هذا هو الواقع هنا في ظل انعدام وجود الخدمة الطبية. يعطيك العافية. الله يعافيك. اليوم بهذا الدور اللي ممكن تقدمه هذه النقاط الطبية ايش هو؟ نقاط طبية الآن موجودة في مخيمة النزوح، تساعد الأطفال والنساء الحوامل وأصحاب الرعاية الطبية. تقدم هذه النقاط الطبية الآن في ظل استهداف الاحتلال الصهيوني للمستشفيات وقواقم الإسعاف. تقول هذا رافض للمستشفيات وداعم قوي لتقديم الخدمات الطبية للنازحين. الآن الاحتلال يقوم باستهداف الإسعافات والنقط الطبية القريبة من المستشفيات. هذه النقاط الطبية الآن رغم الإمكانيات الضعيفة والإمكانيات المتوفرة لديهم يقومون بتقديم الإسعافات الأولية للجرحى وتغيير الغيارات، وإن شاء الله نشهد العالم الآن ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية بالوقوف إلى جانب القطاع الصحي في قطاع غزة ودعمه ووقف استهداف الطواقم الطبية من قبل الاحتلال الصهيوني. تمام. اليوم مثلا أنت مراجع وهذه النقاط الطبية خدمتك على المستوى الشخصي على مستوى العائلة مثلا أو حتى بالدور اللي تقدمه، ماذا لو كان هناك تحييد لمستشفيات أخرى ومراكز أخرى في مناطق البلد أو حتى في مناطق الوسط في مناطق الغرب؟ الآن هذه النقاط الطبية شو الأهمية اللي ممكن تحملها وتكون رافد يعوض هذا الخلل؟ الآن في المناطق تل السلطان يعني بعيدا نوعا ما عن الاستهدافات وهي ملاذ آمن، هذه النقاط هي الآن عليها حمل ثقيل في استقبال الأعداد النازحين الكبيرة التي تنزح من المناطق التي تم استهدافها من حي الشوكة وحي السلام والمناطق الأخرى شرق اليونس، توجهوا إلى الآن إلى هذه المناطق، فهناك ازدحام كبير في استقبال الحالات، ونرجو من الجميع دعم هذه النقاط الطبية الآن في ضمن النزوح والاستهداف الصهيوني لشرق مدينة رفح. شكرا جزيلا. يعطيك العافية. طبعا هذا هو المشهد الآن ونحن نتحدث عن هذه الخيام التي أصبحت مراكز طبية ونقاط خدماتية صحية بكل ما يتواجد فيها رغم نقص الإمكان ورغم أن هناك انعدام حتى في الإمكانات. المستشفيات التي كانت تخدم هنا في مدينة رفح، وربما الحديث عن مستشفى أبو يوسف النجار هو المستشفى الحكومي الأكبر و الأوحد هنا في المدينة، تم تحييده بشكل تام وخرج عن الخدمة، وهناك أيضا مستشفى ميداني بديل له في وسط مدينة رفح، لكن هذه النقاط الطبية التي تم تدشينها وتوزعت هنا في معظم المناطق الغربية لمدينة رفح
عليها حمل ثقيل. لو استمرت هذه الحرب الإسرائيلية على المدينة وتوسعت هذه العملية العسكرية سيكون لها أيضا دور في إمكانية تخفيف الحمل والعبء عن تلك المراكز الطبية في مناطق وسط مدينة رفح. على سلامة لقناة الجزيرة مباشر من المناطق الغربية لمدينة رفح جنوب القطاع.